متتبعي برنامج رونديفو، مرحبا بكم من جديد. اليوم عندنا ضيفه تابعت برنامج رونديفو وعجبها لو ستيل اي لا مانيير، وحلقه اليوم اكيد غادي تكون معها. خليكم معايا. صافا بخير، بارك الله على جناس اللي كتحترم الوقت والمواعيد. ضروري كلمه في ضروري. تبارك الله عليك لمياء. قبل ما ندخلوا للتفاصيل ديال المناسبه ديالك وهذا، نتعرفوا عليك اكثر. قولنا شنو كديري؟ شنو لمياء زلاغ؟ سلاويه، متشرفين. ديجا عندكم من سلا. مرحبا بك. مبتدئه في الفن. تبارك الله، مرحبا بك في عالم الفن. كنتمنى ان شاء الله نكونوا فيها الخير عليك. الله فيك. الله يحفظك. يعني فكرت اني نعيط لكم. مرحبا. يعني عندي كنعتبروا اونتروتيان، وفكرت يعني كنشوف يعني اي واحد كتكون عنده شي مناسبه كيبغي. دونك انت من المتتبعين ديال البرنامج؟ اكيد. انا كنتفرج فيه من المتتبعين ديالو. وكيف كتعرفي حنا في اي مناسبه كتحيري شنو تلبسي، واخا كتكون مناسبه يعني ماشي شي حاجه، ولكن كتحيري طبيعه الحال. وانا يعني فكرت اني نعيط لكم. مرحبا بك. مرحبا بك لمياء. طيب قلتي لي المناسبه يعني شنو اونتروتيان ولا يعني؟ انا كنعتبره اونتروتيان يعني ولقاء فني. لقاء فني، ولكن بالنسبه لي كنعتبره انا اونتروتيان يعني كمبتدئه. الله يكمل عليك. الله يكمل عليك. امين. ان شاء الله نكونوا في الخير عليك ان شاء الله. وكذلك اللقاء اللي انت غادي ديري تكوني مرتاحه لا من ناحيه اللباس ولا الميك اب ولا. ان شاء الله. ان شاء الله نخليوك. جيتي من سلا غنخليوك تمشي من سلا. ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك في مدينه الرباط. حنا كنا بحال بحال سلا الرباط كنا. فكنقول لك شكرا بزاف. يلا الا كنتي مستعده. انا ديما تنسول الضيوف ديالي الراحه النفسيه ديالهم كتهمني. مستعده مرتاحه باش نمشيو؟ ما حدك معايا. انا مستعده. بارك الله فيك حبيبه. اما نتوما تبعونا باش تشوفوا المرحله الاولى بحال ديما. اعزائي الكرام، كيف ما كتلاحظوا حنا الان كنتواجدوا في محل مافي ستور، وكذلك معايا صاحبه المحل واللي هي خبيره في الموضه. غادي نخليها هي تعرف لكم راسها. مرحبا بك لالا، ومرحبا بنا عندك. مرحبا للا نسيمة. بارك الله فيك. انا كنقدم راسي مفتاحة العرائي اللي عندي ليكسبيريونس بزاف في البيع والشراء. انا هذه اكثر من 30 عام وانا في هذا الشيء. ومرحبا بكم. ربي يخليك انت والضيوف التقني ديالنا. الطاقم التقني ديالك والضيفه ديالك. مرحبا. وانا شوي بريت بوغ لا غولوكي. ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو. اول حاجه نقدم لك الضيفه ديالي لمياء زلاغ، عندها لونتروتيان ارتستيك. فثقتها الحمد لله اللي وضعت في البرنامج، علاتها تتصل بينا باش يعني تبان في واحد لوك اللي هو مميز واللي يليق كذلك بلونتروتيان اللي هي غادي عليه. فياك لمياء. بصح. المهم فان شاء الله مع لالا مفتاحه غادي تكون يعني اختيارات ان شاء الله غتكون موفقه مع ليكسبيريونس ومع انت شنو تقدري تقترحي عليها؟ غنقترح عليها لبسه اون بتيت غوب مع اون فيست قصيره باسكو ديما في كلاس. ديما في كلاس اون بليس لي بتيت اون با لوي دوني دي فيست لونغ الوغ كي لي بتيت اون فا دوني دي بتيت فيست كورت افيك مع كسيوه ان شاء الله وشي سريول وميجا قصيره بهادي ان شاء الله. وهذا الشيء زوين ولا الناس بزاف تيقولوك تيجيو لعند مولات المحل وتيقول لها فوالا لبسيني ديري وتيديروا فيها تي اكثر. حيت ديما اللبس بحال الله تيقول لك كل بشهود كل بس ديما اللبس يكون. مرحبا. وان شاء الله غادي تكون لابسه في المستوى. شكرا بزاف. دونك هادشي نشوفوا ان شاء الله فاش ندوزوا للاختيارات. مشاهدينا بقاو معايا باش ندوزوا لمرحله الانتقاء. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا حنا وصلنا لمرحله الاختيارات. لالا مفتاحه. نعم. شنو تقدري تقترحي لينا يعني اونتروتيان؟ شنو هو اللباس اللي يقدر يواتيها كذلك؟ وقبل ما تقترحي اسمحي لي غادي واحد النقطه مهمه خاصني نسول لمياء عليها. لمياء انت شنو تفضلي يعني واش تكوني تلبسي ان تايور او لا يعني ان انسومبل جونغ جوب فيست او لا بونتالون فيست؟ يعني انت انا جو بريفير جوب او فيست. بتيت فيست هي اللي كنرتاح فيها. سا مارش. دونك لالا مفتاحه غتعطينا كذلك الشكل والالوان. موا جو بروبوزي دو تريكو تخوا توني غوب و بتيت فيست و دو توني دو بونتالون شوميز. سا مارش. دونك غنبقاو ديما في شي حاجه كلاس يعني اون كونتيان. وي وي بيان سور توجور كلاس توجور. دونك زوين. موا جو بروبوز سو بونتالون فوالا سي برانتون سي جولي اي اوسي لا بتيت شوميز. J'ai bien aimé la couleur. Oui, 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 elle est très belle. Ouais. Mmh. Ouais.
ما هي زوينه زوينه. انت لي كولور لي عاده اللي كترتاحي فيهم كي دايرين؟ نوار اي حاجه فاتحه، المهم نوار نخلي النوار ولكن اي حاجه فاتحه. انا نفسي الالوان اللي كتكون بحال دابا اونتروتيان، واش كتكون الوان معينه ممكن تلبسها ولا يعني؟ لا من الاحسن الفوق يكون تجربتي، الفوق يكون اوني فوالا دونك صافي صافي. اي وسي اون بتيت فيست سي دونك هادي غتشي على فوالا. اه وي كوم سا دونك غتجي زوينه. غتجي لبسه زوينه سامبل فوالا. انا نقول نديرها لها فوق لا لا شيني باش تشوف لا كولور مع ما تبارك الله عندك الذوق داكشي زوينه. انا عجبتني بعدا اللبسه جات زوينه. يلا فوالا وي. لا لا جات غزاله جات مزيان دونك صافي. مع لو بونطالون نقدروا نشوفوا شي حاجه اخرى نديروا لي انا باش حنا دابا اليوم غنسخسخوك شويه. جيتي مرحبا غادي تسخسخي شي شويه. الوغ اوسي ان اوتر بونطالون نخليهم في يدينا غير باش هكاكم صافي نسهلوا علينا شويه باش ما ندفوش. انا نشدها Je propose donc, aussi un pantalon bleu marine. On va toujours au printemps. Voilà, avec une petite chemise en soie. La chemise, oui. Voilà. Avec une petite chemise bleu marine aussi en soie. Que c'est joli, c'est chic. Ça brille. Voilà, la jupe, si tu as préféré. Voilà, maintenant deux tenues de pantalon. Et là, je vais proposer aussi robe. Ça marche. Voilà. Robe, je préfère ça parce qu'il est, il est un peu potelé. La robe, elle est un petit peu évasée. Zouina, très chic. Voilà, avec la petite veste. معاها فوالا وي دونك صافي مزيان تبارك الله عليك. فوالا اي جو سوي سيغ كو ميم لي بونطالون ايل فون لي ايل ميم سي ليم لي جوب لي روب لي ايل بريفير لي جوب سا فا لي بيان اوسي افيك لو بونطالون. البونطالون انا صراحه عجبتني. مي بون حنا غادي نشوفوا هادشي ابخي ونشوف النتيجه. صافي مرحبا ندوزو. مرحبا صافي سامح مشاهدينا بقوا معايا باش ندوزو لمرحله لي سياج مع الضيفه ديالنا. اللي مفتحات تبارك الله عليك اختيارات جد موفقه تبارك الله عليك. يعني هادشي اكيد نتيجه الممارسه ديالك الطويله في المهنه. تبارك الله عليك. لمياء فاش لبستي لا روب وهذا كانت يعني مرتاحه فيها مرتاحه فيها بزاف ولكن مازال ما شفتش راسي. وهادشي ما غاتشوفيش دابا نشوف راسي على الاخيره ولكن بالنسبه انا مرتاحه فيها عجبتني. عجبتك الحمد لله. لاله مفتاح غنعاود نشكرك. شكرا بزاف وبارك الله فيك. شكرا بزاف ومازال ان شاء الله غادي نعاودو نرجعو ليك باش نشوفو لوك فينال ديال لمياء. مرحبا وجانا انا جو بروبوز لي شوسور. لي شوسور اوسي جاو زوينين. فوالا لو نوار ديما تيبقى كيمشي مع كلشي كلاسيك. فوالا وي مع لو ساك حتى هو. تبارك الله عليك عندك لوغو. تبارك الله عليك مرحبا بكم. الله يخطيك. شكرا بزاف لاله نسيمة ومرحبا بالتقنيين ديالك. بارك الله فيك. شكرا بزاف. انا نتوما مشاهدينا بقوا معايا باش ندوزو المرحلة الأخيرة اللي هي التصفيف والميك اب. خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا حنا الآن كنتواجدوا في صالون بيلو اللي أكيد كتعرفوه. إنما الجديد اليوم هو المفاجأة أن الضيفة ديالنا اللي غادي دير تصفيف الشعر والميك اب في نفس المكان خلافا للحلقات الماضية. نشوفوا جميعا. Thank you.
مشاهدينا كما كتشوفوا حنا الان سالينا مرحله الميك اب ومعايا اخصائيه في المكياج سميتها نزيها. نزيها مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بنا عندكم. مرحبا بك. صافا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. تبارك الله عليك، الالوان اللي اختاريتي للضيفه ديالي كانوا جد يعني كان داك الشيء ملائم كذلك للوجه ديالها، ولا انا شخصيا عجبوني الالوان. فاللي عندي التساؤل اللي عندي، الالوان اللي اختاريتي انت واش يعني خديتي بعين الاعتبار لونتروتيان اللي هي غاديه ليه، اولا هي الوان يعني اللي بالشوفه ديالك انت اختاريتيهم؟ الوغ بيان سور خديت بعين الاعتبار لونتروتيان اللي هي غاديه ليه بيسكو هو ارتستيك، وزائد شفتي في اللباس ديالها ولو تان ديال وجهها وداكشي، دونك لو تان ولا فورم ديال وجهها تما عندهم اكيد دور لا فورم ديال لو فيزاج ولو تان كلهم كيلعبوا دور. وانا ضفت بعض شي حاجه اللي باش غنبين ليها. تبارك الله عليك. دونك الوان اللي خديتي انت يعني ممكن تخرج بهم مثلا، يمكن تخرج بهم بالليل ولا بنهار، بنهار يعني ماشي شي حاجه اللي با فورسيمون زعما غير لونتروتيان، ممكن تخرج بهم كذلك حتى بال. شكرا بزاف من عندك نزيها. غادي ندوزو لسعد باش نشوفوا نوع التصفيفه والتسريحه اللي غادي يختار لنا اليوم. بقوا معايا. تبارك الله عليك، التسريحه كذلك كانت جد هائله، شخصيا كذلك عجبتني لان قبيله شفت الميك اب ودابا التسريحه يعني تبارك الله عليكم كان داك الشيء في المستوى. طيب سعد، التسريحه اللي اختاريتي ليها واش يعني اعتمدتي على الشعر ديالها بحكم انه يعني خفيف لاكوب قصير كذلك وما عندهاش شعرها قوي بزاف، اولا يعني المناسبه حتى هي كتندرج في اطار التسريحه اللي اختاريتي، اولا هو اختيار ديالك انت؟ بغيو توضيحات اكثر من عندك. هو اعتمدنا على ثلاثه الحوايج، اعتمدنا على البروفيل ديالها، على الشعر ديالها، وعلى المناسبه ديالها. ثلاثه ديال الحوايج. فوالا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الوغ لا، هي كوم كوا شعرها خفيف، والمناسبه اللي عندها ان اونتروتيان ديال العمل وهذا، ويمكن هذيك التسريحه حتى هي تقدر تحضر بها او ميم طون اونتروتيان ديال العمل ولا اون سواغي ديال فوالا. شي حاجه اللي تتماشى ليها معاهم جوج. فوالا، او ميم طون تتمشي لها مع البروفيل ديالها، وكوم كوا شعرها كما تنعاود ان شعرها خفيف، حنا الاغلبيه تنخدموا على البروفيل وتنخدموا على الوجه وعلى تيكستور ديال الزغبه. فوالا، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. طيب صح، شنو موجدين اليوم كنصيحه؟ انا النصيحه اللي تنوجه دابا للسيدات حاليا هي لا طوندونس اللي خارجه دابا 2016، هي اللي خارجه ديال توسكي كولور فاشن، وهي اللي عليها الاقبال بزاف. فحال دابا لا كولور اللي عندك انت في شعرك، يمكننا نفونسيوها واحد شويه ونخليو هذاك لا كولور كلير وندخلو يعني غير فوالا سولمون افيك اون كولوراسيون اللي غادي نخدموها ياك، او ميم طون نقدروا ندخلوا معها دي كولور فاشن، هذاك لو بلون اللي عندك نقدروا ندخلوا معاه اون كولور بلو روج روز، سا ديبون على البروفيل على لاج ديال هذيك السيده، وتمشي مع كاع الاعمار ديال السيدات، يمكن حتى سيده اللي سيده اعمال ولا هذا، يمكن ندخلوا لها اون كولور فاشن مع ديك لا كولور اللي عندها. كتجي غير فوق ديماج او لا ممكن دير يعني واحد لا كولور اللي هي ممكن مثلا تكون مغايره على ديماج ديالي؟ هذاك الشيء تيبقى سا ديبون كيما قلت لك على البروفيل ديالها، او ميم طون لا كولور اللي غادي تناسب ليها وجهها وعينيها وليتخي ديالها. طيب الالوان اللي داخله شنو؟ بحال مثلا الالوان اللي قلتي عندك دابا الالوان اللي داخله توسكي بلون بلو طوندونس روج. وي وي يعني الوان اللي ميم انت دابا اللي انت اللون ديالك زعما بلاتين ولو تان ديالك بلون فوالا باغ اكزومبل، نقدروا ندخلوا غير واحد دوميش بلو اللي غادي يعطيونا فريمون اون كروند ديفيرونس في لا كولور ديالك. تبارك الله عليك. اون كرون شونجمون غادي يبان لها حتى هذاك لو لوكينغ ديالها في ظرف وجيز تتقدر تبدل، تدخل واحد السيده واحده اخرى وتخرج واحد السيده. تبارك الله عليك. وكاينه اقباليه من الخير يعني السيدات؟ بيان سور بيان سور بيان سور، سورتو دابا هاد الفاشن هادي اللي خارجه للجميع.
والله الا غير سطيونا حنا تبارك الله عليك سعد. شكرا بزاف على هاد النصائح القيمه. شكرا تنبغي نقول لك شكرا ومازال ان شاء الله موعدنا غيتجدد معك في حلقات مقبله ان شاء الله. الله يخطيك. الله يبارك. اما نتوما مشاهدينا بقوا معنا تشوفين خليكم معايا باش ندوزوا الخطوه الاخيره ديال الضيفه ديالنا، ولا تنسوا كذلك ان الموضه والجمال دائما رونديفو. اليوم عندنا ضيفه تابعت برنامج رونديفو وعجبها لو ستيل اي لا مانيير، وحلقه اليوم اكيد غادي تكون معها، خليكم معنا. ماي فيستار كان هو المحل انسب لنسيمه، والسيده مفتاح العراقي كان جد موفقه في اختيار الالوان المناسبه للضيفه لمياء. صالون بيلو كان هو المرحله الثانيه واللي جمعنا فيها بين تصفيف الشعر مع المكياج، واللي عطانا تناسق رائع غادي يمكن لمياء من حضور اللقاء ديالها الفني بكل ثقه. وما نساوش ان سعد ونزيها كان لهم دور كبير في هذه المرحله. ودابا نشوفوا الحلقه النهائيه ديال الضيفه ديالنا. اكيد انكم متشوقين مشاهدينا باش تشوفوا لوك فينال ديال ضيفتنا، لكن انا غنغتنم الفرصه كيف ما ديما وغادي نسول لاله مفتاحه واحد السؤال. بغينا نعرفوا يعني الاقبال، يعني واش مدى الاقبال ديال النساء الشابات يعني على الملابس العصريه؟ واش عندكم يعني طلبات معينه كتشتغلوا عليهم يعني لارضاء يعني الذوق ديال لي كليونت ديالكم؟ طبعا عندنا بزاف ديال الاقبالات، كاين اللي كتجي تتبغي هي غليظه شويه وخصها تدرق الغلط ديالها، كاين اللي رقيقه وتيخصها تبان شويه، كاين اللي عندها ضعيفه وكيخصها كل وحده وشنو. وفعلا ما كيكونش عندي كاع الطلبات اللي كيطلبوني وتندير معاهم توفريهم من بعد فوالا الوقت، ويوليو يرجعوا عندي ونعاود نغولوكيلهم نلبسهم وكنمشيو فرحانين. حاجه اللي غاتجي معاها اللي ما غاديش دي كونسيل كنمشيو فرحانين. لا بروف كيفاش درنا لامياء الله يعطيك الصحه فوالا جلوي كونسيي هذيك لا روب ايفيكتيفمون سيتي لا ميور اي سالوي فا تري تري بيان. تبارك الله عليك. فوالا ومرحبا بكم. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. الله يخطيك. شكرا مشاهدينا، نشوفوا لامياء جايه. تبارك الله عليها غزاله. غزاله صراحه يعني كانوا لي كولور متناسقين بزاف، وكذلك حتى الشيت التسريحه اللي داروا ليها التسريحه زوينه، وهي غزاله لا فيغيتي تري تري تبارك الله. وانا شوقت دابا باغي نشوف راسي فام افير، صافي فريمون فام افير. غزاله تبارك الله عليك، تي كاين ان غران شونجمون صراحه زعما، مي تبارك الله عليك زعما اش غنقول لك. شكرا. يعني ذوق رفيع، ما انا كنبقى كنشوف فيه واخا كبيره حتى كنشوف فيها من دابا عاد شتا معنا بالسي وكلشي. جيتي تبارك الله عليك ما شاء الله، اكيد متشوقه باش تشوفي راسك. غادي نخليك تشوفي راسك في المرايه من بعد ما غادي نشكر لاله مفتاحه. شكرا بزاف على حفوه الاستقبال والاهتمام. مرحبا. وعلى سلامه الذوق كذلك. كنتمنى ان شاء الله يكون عندنا موعد معاك ان شاء الله في حلقات مقبله مع ضيوف اخرين. شكرا بزاف بزاف. انت ان شاء الله غنقول لك المرايه كتسناك ماشي دابا حتى نودع المشاهدين ديالنا. اما انتم سيداتي وسادتي، الى ان القاكم في حلقه مقبله ان شاء الله مع ضيوف اخرين ان شاء الله. كونوا دائما في الموعد. اول حاجه كنبغي نشكر برنامج رونديفو على الاستضافه ديالو ليا، بالاخص الاخت نسيمه والطاقم التقني اللي سهر وتعذب معايا، وما نساش كذلك صالون بيلو ومافي ستور، واللي يعني انا كنت بوحدي ما غاديش نقدر اني نلبس راسي وندير هذا الشيء اللي وصلت ليه دابا، وبامكاني دابا نمشي ندوز لونتروتيان ديالي وانا فرحانه. وشكرا.